أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر للبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسؤولين في مصر والصين، سعيا نحو الوصول بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات، خاصة التنموية والاقتصادية والتجارية، ولجذب مزيد من الاستثمارات الصينية استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة حاليا في مصر في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال مباحثات القمة التي عقدها أمس الرئيس السيسي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين. ولمزيد من التفاصيل بينضم لينا عبر الهاتف دكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية ومستشار الجامعة العربية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك. هي قمة مصرية صينية تناولت العديد من القضايا الهامة على الساحة السياسية، كانت محل اهتمام مشترك. في رأي حضرتك يا فندم، كيف تسهم هذه القمة في تنسيق إذاء القضايا السياسية المختلفة؟ طبعا لابد من التأكيد على حقيقة تاريخية هامة، وهي أن العلاقات المصرية الصينية تعد بمثابة حجر الأساس لأي حديث حول أفريقيا والصين، باعتبار أن الدولة المصرية هي نقطة بداية الوجود الرسمي بالقارة السمراء للصين، وباعتبارها يعني أول دولة عربية أفريقية تقيم علاقات مع جمهورية الصين الشعبية منذ ما يزيد عن أكثر من 66 عام، يعني منذ عام تحديدا 1906. وبالتالي هي علاقات قوية وراسخة ومتينة، قائمة على أسس وثوابت يعني راسخة في بطن الأرض. وبالتالي منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في العام 2014، نجد أن هذه العلاقات أصبحت علاقات أكثر قوة وأكثر متانة، واتسمت بالزخم السياسي في كافة المجالات سواء سياسيا أو اقتصاديا. فعلى المستوى السياسي نجد أن هناك توافق، بل لا نبالغ إذا قلنا أنه تطابق الرؤى في الكثير من القضايا السياسية بين مصر والصين، باعتبارهما قوتين كبيرتين في عالم أصبح الآن وعالم متعدد الأقطاب وليس عالم الصف الواحد، علاقات متشابكة وقوية سواء في المواقف القضايا التي تخص المنطقة العربية، القضية الفلسطينية، القضية الليبية، القضية السورية، في ظل أن مصر لاعبا محوريا ورئيسيا في حل كافة القضايا العربية والإقليمية. دكتور حامد، واحنا بنتكلم على العلاقات المصرية الصينية، يمكن قبل كورونا كان هناك دفعة قوية اقتصادية وتعاون اقتصادي مع كثير من الدول في منطقتنا بالتحديد، وبالتحديد مع مصر فيما يتعلق بقناة السويس ومشروع الحزام والطريق اللي هو المشروع الصيني اللي كان فيه جزء منه على موانئ على البحر الأحمر وموانئ على خليج عدن وما إلى ذلك. هل مع جائحة كورونا والمشكلة اللي حصلت مع جائحة كورونا، هل هناك عودة لفكرة التطوير مرة أخرى وبدء المشروع مرة أخرى وإعادة إحيائه؟ أنا بشكرك على السؤال ده أستاذ محمود، لأنه هو سؤال مهم جدا جدا. العلاقات المصرية الصينية هناك رؤية حقيقية لتعظيم العمل المشترك في ظل رؤية اقتصادية لإعادة العلاقات القوية بين مصر والصين في الشق التجاري التي أخذت نوعا من التباطؤ نتيجة جائحة كورونا التي أثرت على كل اقتصاديات العالم. يعني هناك أكثر من 6 أو 65 اتفاقية تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، وأيضا يعني فهمها محرك رئيسي في التدشين الرسمي للعلاقات المصرية الصينية المصرية، باعتبار أن مصر هي الواجهة الرئيسية والبوابة الرئيسية لقارة أفريقيا وارتباطها بثلاث قارات، ذلك يجعلها واجهة اقتصادية أهم للدولة الصينية، حتى وأن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يعني يتعدى 15 مليار دولار. وبالتالي هناك رؤية للدفع في اتجاه تعظيم هذا الرقم أكثر وأكثر في ظل قوة الدولتين وقدرتهم على جعل هذا الرقم يتضاعف بشكل كبير في الأيام والأشهر القادمة. دكتور حامد، واحنا بنتكلم عن الشق الاقتصادي، ما ينفعش ما تكلمش على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كانت يعني مجال للحوار في هذه القمة بين مصر والصين ودعم تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المنطقة الاقتصادية. قولنا أكثر آفاق التعاون الاقتصادي المشترك في هذه المنطقة.
يعني في بروتوكولات قوية جدا قائمة بين مصر والصين للتعاون في الكثير من المجالات. يعني أؤكد لك يا أستاذة أن أهم هذه المجالات هو مجال الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، التنمية البشرية، وأيضا التدريب والصناعة والذكاء الاصطناعي. من الممكن جدا مصر والصين لديهم قدرة بشرية كبيرة تتكلم بشكل جيد جدا لتعظيم العمل الاقتصادي الذي يعود بالنفع على الدولة المصرية والدولة الصينية، باعتبار أن مصر والصين هما الآن أقطاب رئيسية في النظام العالمي الجديد الذي لا يبنى الآن على مبدأ القطب الواحد، بل أصبح العالم عالم متعدد الأقطاب. ومصر لما لديها من ثقل سياسي وتجربة اقتصادية ملهمة في السبع سنوات الفائتة جعلت كل دول العالم تفيد التجربة المصرية وتريد أن يكون هناك علاقات اقتصادية وسياسية في ظل رؤية حقيقية من الدولة المصرية على تعظيم العمل المشترك سواء محليا أو إقليميا أو عربيا وأيضا دوليا. قوة اقتصادية تعد من أكبر القوى الاقتصادية في العالم وهي الدولة الصينية. دكتور حامد، واحنا بنتكلم عن التعاون الاقتصادي لا ننسى التعاون الصحي. يعني مصر من ضمن الدول القلائل اللي سمحت لها يمكن الصين بعمل او عمل مشترك فيما يتعلق بفكره التطعيم وفكره المصل، لان احنا تقريبا يمكن من دول قليله اللي بتصنع المصل الصيني داخل مصانعها. ده حقيقي، ودي نقطه مهمه جدا احنا لابد ان نشير ليها، لان هذه النقطه تحديدا محمود يعني السماح بهذا الشكل من التعاون يعطي للعالم اجمع ما هو حجم الثقه الكبيره وما هو حجم الرغبه الصينيه في التقارب من الجانب المصري، وتدل على اخوه ومحبه خاصه في هذا المجال وفي هذه النقطه تحديدا. مصر ايضا في هذه الجائحه اول دوله ارسلت مساعدات صحيه للشقيقه الصين في ظل انتشار وباء كورونا. كانت مصر ثم بعد ذلك ردت الصين بمساعدات للدولة المصرية، وهذا هو التبادل والتكامل الصحي الذي لابد أن يتم في الفترات القادمة في ظل مواجهة فك مفترس وهو جائحة كورونا الذي امتهن الكثير من الأبرياء، وبالتالي التعاون الصحي سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة. وفي هذا المجال تحديدا السماح بأن تكون مصر يعني مركزا لتوصيل لقاحات كورونا ليس فقط لخدمة الدولة المصرية ولكن لخدمة كافة شعوب القارة الأفريقية، والتعاون المصري الصيني سيكون له انعكاسات إيجابية في توفير اللقاحات للقارة الأفريقية بأكملها وليس للشعب المصري فقط. دكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية ومستشار الجامعة العربية، شكرا جزيلا لك وصباح الخير مرة أخرى.